عشق بالروح وانت حشاشة يوم وانت امان القلب وعيوننا اللي تشوف انت عشق بالروح وانت حشاشة يوم وانت امان القلب وعيوننا اللي تشوف يا وافي بطبع عشق بالروح وانتي حشاشة يوم وانتي أمان القلب وعيوننا اللي تشوف يا وافي بطبعك يا عمرة بالزين يا حلوة في كل شيء يا بلادنا البحرين يا شامخة بالطيب من ماضي الأجداد يا حاضرة بالنور يا ملازمة الأمجاد فوق السماء تسمين يا بهجة سنيني أفخر وكل عز لو قلت حاملنا تعبر خليج الخير بالحب تحملنا تطرخ في رقنا وتعانق الأفلاك وتنشد بحب وشوق يا السار يا محلاك أهل الخليج حنا نعيش دون حدود في قلوب متوحدة على الوفا والجود ربعوا أهل وحبات ونقدر العشرة نتعلم
سلامي سلامي لابو خالد معطر من الريحان، مثل سيرته بين العرب عطره وحيه. محمد ولا غيره احد كائنا من كان، هذا حاضره يحكي عن امجاد ماضيه، عدو الخطا والشر والظلم والبهتان، وصديق الامور اللي على الخير مبنيه. مساكم الله بالخير وصح الله لسان شاعرها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة. صح الله لسانك. صح الله لسانك وصح الله لسان أبو حمد أكيد، والله يحفظه إن شاء الله أبو خالد ويطول في أعمارهم. آمين جميعا. آمين آمين إن شاء الله. مساك الله بالخير النور والسرور. يا مرحبا الساعة. مساء الورد ومساء السعادة، متواصلين معاكم أكيد في رابع حلقاتنا اليوم. ما شاء الله رابع حلقاتنا اليوم، الوقت يركض. اي والله، وهذا الفن الجميل اللي شفناه اليوم اللي يلامس المشاعر ويتذكر مع الغواص شلون يعيش هذه المحنه عشان يجيب قوت يومه حق هلا، وشلون يتسلون على هالمحمل. صحيح. الطيب بهالترانيم الحلوه. صحيح. ونستغل اليوم بوجودهم. هذا طبعا لازم فن النهمه، وكل الشكر للفرقه اللي موجوده معنا اليوم، وطبعا باداره هيئه ابو ظبي للتراث. نعم. وصح الله لسانك يا حسن كاسين، الله عليك ما قصرت. صح الله ويبارك اليوم. لا اليوم تثبت الظهر بتكون معاه ان شاء الله. بنستغل وجوده معانا ان شاء الله باذن الله. بكذي نقول لكم مساكم الله بالخير والطيب، ومساكم الله بالخير اكيد زملائي الغاليين في الاستديو او معانا هنا في القريه التراثيه، سعود الكعبي واكيد حسن محمد عزيزة. واكيد مشاهدينا في ليله مميزه اخرى نقدم فيها جزء من ثراء وغنى الموروث الاماراتي. نعم نيلة، الرحله ممتعه حقيقه ومثيره في عالم التراث الاماراتي، ونقول للساده المشاهدين خلكم مستعدين وفالكم الفوز. التفاعل الجميل وسعيد حقيقه بالتواصل مع جمهورنا الخليجي. طبعا نحن بانتظار اتصالاتكم اللي نتشرف فيها وتسعدنا اكيد خلال هذا البرنامج. نعم سعود ونيل، التفاعل ما شاء الله جميل، واحنا كلنا سعيدين بهذا التواصل مع جمهورنا الخليجي. طبعا نفس ما قلت احنا في انتظارهم كلهم، ننتظر اتصالاتهم اللي نتشرف فيها وتسعدنا اكيد. بس قبل ما نبتدي حلقه اليوم اكيد اتوجه بالشكر الجزيل الى الداعم الاول للبرنامج سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفه، ممثل جلاله الملك للاعمال الانسانيه وشؤون الشباب، رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضه، على تشجيعه على دعمه وعلى رعايته الكريمه لبرنامج مجنا في الموسم الرابع، وباذن الله مستمرين بعد السنوات الجايه. قولوا امين. ان شاء الله. امين. اللهم امين. طبعا اكيد ما ننسى ايضا مشاهدينا نشكر رعاة البرنامج اللي مونسينا ومونسينكم، وهم شركه بيون ماني، شركه بابكو انرجيز، بنك السلام، شركه طيران الخليج، شركه بي ار جروب، بيت التمويل الكويتي، فندق ذكي، والمنتج المنفذ اكيد شركه سهيل ميديا. عاد اليوم نبي الكل لل 500 سعود ونيل. ان شاء الله سياره ثانيه بعد. يلا ان شاء الله. ان شاء الله 1000 اليوم. البارحه كانت فرحه علينا كلنا صح. بنستغل نفوذ سعود معانا نيله. حاضرين. يعني اليوم موجودين 1500. ان انت اللي قلت. اللي شارك هالاسبوع حظيظ ترى. ان شاء الله باذن الله حظيظ. والاسبوع الجاي بعد ان شاء الله الكل محظوظ. بس بنفتقد اللي عندك انت، النفوذ اللي عندك. الله يسلمك. قبل لا نبتدي الحلقه كالعاده نروح وين؟
الغبقه غاليه ام هلال، وغبقتنا اليوم مع الشيف المنصوريه، ويا ترى شو بتكون غبقتنا لهذا اليوم في برنامج الساري. ام هلال مساك الله بالخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله يمسيكم بالخير مشاهدينا الكرام، عساكم طيبين إن شاء الله. مسك بالخير، مسا النور والسرور. يا مرحبا الساع يا مايا، يا مرحبا، يا هلا ويا مرحبا، يا مرحبا ملايين، حيا الله هالمسا. مساكم الله بالخير، مساكم الله بالخير يا جماعة الخير، شلونكم؟ إن شاء الله طيبين، يعطيكم إن شاء الله الصحة والعافية. ها باشراي بشارة الخير، وش غبقتنا الليلة؟ غبقتنا مضروبة. ها مضروبة على البرحي ومنتكلم عنها، صارت في الخاطر. نحن سمعنا شوي كذي، هاي النغزة هاي خذناها بعين الاعتبار. خوش شي. انزين مضروبتكم شلون تسوونها؟ أول شي ماية حطيت البصل بدون دهن. أيوة، نزل الماي اللي فيه، إيه؟ ضفت البهارات الصحيحة والثوم والزنجبيل ويا الطماط. خوش. واستوى عندنا هذاك المعجون هذا اللي مرة ما يحتاج، ضفنا عليه البهارات الإماراتية. إيه؟ عقب ضفنا له الماي شوية. إيه؟ معجون طماط. الأولية ما يضيفون معجون طماط. لا لا، الأول بس طماط. أيوة. أيه؟ صح العادي. صح. وعقب ضفنا له حب الجريش اللي منقوع مرة ليلة كاملة. ها بيريش انتو؟ نعم. مو بعيش. لا يريش. بيريش. نعم. انزين وكتيتي فوق هذا المزيج أو الخليط. بالضبط. انزين وخلاف ضفنا عليه شوية كزبرة. أيه؟ مقصصة، وخليناها تفور وتستوي 3 ساعات على نار هادية. يا سلام. ومن عقبها؟ ومن عقبها سوينا العصيدة. ها يعني انت اللي سويتيها المضروبه بدون دياي ولا لحم؟ ضفنا الدياي مايه، ضفنا الدياي خليناه يفور معاه. نعم نزل، اختلط، اختلط طعم الدياي بينزل. نعم وياهم حطينا شويه خضره اللي هي الاله، وانت تقولون الحين اعرف ارمسنا بحريني. ها تحطون اله وانتو في المضروبه؟ لا مايه، هذه انا ضفتها، ابى اضيف نكهه الخضار شوي عليها فضفناها. حطيتي اله. نعم. هذه من عندك انت اضافه. بالضبط. انزين وتمت تطبخ التهادي على ساعتها. نعم. المضروبه عليك نور يا مايه. انزين تحتاج ان انت تضربونها لو ما ضربتوها؟ ضربناها ضرب. هذا الكلام. نعم. انزين واستوت المضروبة. صحيح. ارجعي لنا الطبخة الثانية. العصيدة. العصيدة يا سلام. شنو طحينها؟ سويناها أول شيء حمسنا الطحين. إيه؟ شفشفتوه؟ نعم شفشفناه. إيه؟ وظهرناه خلاف. بعد حمست السكر. إيه؟ بعد حمرته، وبعدين أضفنا الهيل والزعفران ويا الدهن الإماراتية. يا سلام. ويا القرفة على ذيك الريحة الخنينة الحين. وانطبخت مع بعض وضفنا. إيه؟ لها الطحين وشوي شوي قمنا نخلطها. إيه؟ ونضربها. تضربون عاد تشاركنا كلنا هني في المطبخ، كلنا ضربناها. لازم المساعدة. هذه إن كان هريس أو مضروب أو عصيدة يبي لها كتف وضرعون ويبي لها مساعدة. نعم. واستوت أنت يا العصيدة. استوت العصيدة ونضعت. ونضعت. جزاك الله خير. بعد يا جماعة الخير انتوش عندكم؟ عندنا بعد كلهم شاركنا هالإمارات بالقشيد. أم علي أختي قاعدة تسوي القشيد. ها قشيد. اي نعم. على شنهو؟ على بولد الولد. على نعوض. نعوض. نعوض اسمه. اي نعم. على نعوض. خير ان شاء الله. والحين هي قاعده تقلب فيه. أي نعم. تسوي خير. في شيء حلو سويته؟ الكباب. ما في شيء. الكباب عصيده الامارات. اي عصيده الامارات. اي قالت الحين وصفتها. جزاكم الله خير، مشكورين ولا قصرتوا. واجب. نلتقي واجب. ان شاء الله. ان شاء الله. يلا حبايبي انا الحين بروح حق ولدي حسن وبنتي نايله وحق ولدنا سعود. امنكم الله. يا
يا حلو السوالف هناك في العريش. اي والله لاحظت ولا ما لاحظت؟ لاحظ شنو؟ لاحظت شو قالت اخر شيء؟ ايش قالت؟ ولدنا منو؟ سعود. يعني مو بس اذكر الاسم هي قالت طبعا انتم ولدنا يعني شوفوا يعني امس ما شاء الله بنا القطت من ام هلال انا احس الشيف الاماراتيه يوم تكلمنا عن المضروبه فانا خلف الكواليس بيني وبينك سمعتهم قالت احنا غيرت اليوم المفروض انه شو نسوي؟ كانت طبخه ثانيه جدمت المضروبه قالت على حسب كلام اللي انت قلتيه فقلت انا بثبت لك ان مضروباتنا شلون اليوم عشان تبتدي تقارن بين الالو وشنو؟ افا انت ما كنت مركز في الاكل احنا نسولف لنا عشاء ثاني الالو اللي هو البطاطس ايوه احنا الالو عندنا فبعد قالت لي اليوم انا خلاص اعرف بحريني فمنى تتعلم وانت تتعلم معنا ونسوي الادوار بالعكس ان شاء الله طبعا الله يسلمك انتظار ام هلال اللي بتحلي طبعا المسابقه اكثر واكثر بوجودها نسمع الثبت اللي ما عليها ثبت اكيد بالمناسبه طبعا اكيد حق طريقه المشاركه معنا في اسئله البرنامج كل اللي عليكم انكم تدخلون على الموقع الالكتروني كل يوم نقول لكم الكلام على اساس شنو نذكركم سجلون فيه بياناتكم من الاسم الكامل رقم الموبايل الرقم الشخصي وباذن الله بتكونون من الفائزين والمشاركين معنا بعد بنفس هالطريقه باذن الله بتدشون على مسابقه الساريه ساريه السياره اللي طلعت البارحة اتوقع حق سيف كان اليوم اسمه. ان شاء الله بعد ان شاء الله يا رب ان شاء الله او الناموس على طول على ال 500 لا سياره نبغى سياره وال 500 ويمكن ساريه ال 1000 طلعت مره ما ردينا شفناها يا رب تطلع طبعا نرجع ايضا نذكر مشاهدينا على المسابقه الخاصة بالإنستغرام حق السارية تي في تقدرون تجاوبون على السؤال الموجود على الإنستغرام وهذه فرصة لكم للفوز بجائزة قيمتها 100 دينار بحريني هذه أحلى شيء مسابقتين يا سعود في كل مكان كل فايز في كل مكان بدر الله بدر الله الله يوفقك كل مكان أطلع لك خيرات السارية أطلع لك هاي الخيرات الله يديمها طبعا نحن نتريى الحين أم هلال أكيد طبعا ولكن قبل كالعادة بنسلم على الربع في الحضيرة أكيد طبعا سلام عليكم براشد شلونكم؟ هلا مرحبا. لا نفس امس منيكم انا وسعود عقب انت قهوة ان شاء الله. في حلو اليوم بعد؟ يا سلام. يا سلام عليكم. باذن الله بنمر عليكم. انا اقول لكم عليكم بالعافية القهوة بس لا تنسوني بفنيول يعني. ان شاء الله. حاضرين. على فكرة يعني انا هاي بحرين هاي بقولها للمشاهدين ترى نيلة مسكينة مو مقصرة كل يوم قبل أن نبتدي الحلقة. لا لا تفضحنا. جايبة غبقتها عندنا وفوالتها عندنا واهم شيء القهوة الإماراتية. تقول ما تقهوة إلا قهوة إماراتية. لازم ما استغني عنها والله. يا سلام عليك. دائما وأبدا في بيتي وبرع بيت كل مكان معاي القهوة الإماراتية. هذه خلينا نقول النيشان مالي. إذا خبرينا على الكشخة اليوم عينوية مستوية اليوم. عينوية. أي والله هذه عينوية طبعا بنت الإمارات أكيد نوجه لها تحية ونشكرها الغالية اللي مبدعة معانا المصممة المبدعة الشيخة الغيثي كل الشكر لك. لتش واكيد مجوهرات جامبو ما قصروا معنا يا سلام كالعادة عينوية قلتي ها مجوهرات جامبو لازم نزورهم صراحة لازم على اللي نشوفه تبارك الله لازم ما شاء الله تبارك الرحمن قلت لك ما قصروا سووا لي صبات الإماراتية يا سلام حسن بقول لك ترى عينوي يجرح ويداوي عينوية طلعت يا سعد جمهور العين خلاص اليوم بإذن الله مستانسين معانا ان شاء الله يجينا اتصال من العين اليوم يجينا اتصال يقول يا بعد اتصال كان على نيلة على لبسها اليوم بإذن الله وانت يا حسن ما شاء الله عليك ما تخرب الكشخة ما شاء الله شوي ماني مصابكم شيء احنا اليوم يعني نبي نتكلم لان انت ما شاء الله عليك في كل حلقه قاعد تلبس لبس مختلف ومميز وتذكرنا بالتراث الاماراتي وطريقه اللبس القديم فيا ريت اليوم بعد تكلمنا عن هذا اللبس اليوم طال عمرك انا يعني الشيء اللي بتغير الصديري واللي لبسته ثاني حلقه ايضا عندكم والصديري ايضا بقصته نفس قصه الجاكيت او البليزر اللي لبسته البارحه اللي هو تاثير الثقافات اللي مرت على هذه المنطقه على مر السنين وصار جزء من اللبس التقليدي او التراثي الاماراتي وفي المنطقه منتشر بشكل كبير بتلقاه موجود في السعوديه في مناطق كثيره يلبسونه كزي تراثي وموجود في كثير من دول الخليج فهذا الموضوع باختصار فسبحان الله تاثير الثقافات هذه اللي مرت على المنطقه ولكن ظلوا شيباننا محافظين على زي الاماراتي صحيح. اللي هو الحين الغتره العقال اليوم انا لابس الشال مثل ما تشوف الخليج والله انا كنت بقول لك ما شاء الله تبارك الرحمن الشالات اللي تلبسها ما شاء الله النكشات اللي فيها تلفت خبر احنا البنات هذا شيء خاص طبعا لا ما شيء هذا شخصي لين وصل له القصه على فكره قصه الشالات لان احتمال بعد انا اخذ بعد حاضرين بسوي لك شيء تصميم خاص بالبحرين ان شاء الله بس سعود ابي
نشكر ايضا هيئه تراث ابو ظبي وايضا المنسق اللي قاعد ينسق لك امانه هذه اللبس على بشاشته على اسلوبه الراقي التعامل ما شاء الله يعني كل يوم قاعد يميزك بلبس راقي على الشاشه احنا قاعد نشوفه واتوقع شيء تعطينا نبذه عن الماضي اخونا حسام يعني جزاه الله خير هو والشباب اللي عنده باحثين في الزي التراثي نعم. الاماراتي سواء رجالي او نسائي وعندهم بحوث كثيره وطويله موثقه بصور موثقه بفيديوهات موثقه بالكتب قديمة تحدثت عن هذه الأزياء فجزاهم الله خير هذا دور كبير تقوم به هيئة أبو ظبي للتراث حقيقة في توثيق التراث وفي إحياء الموروث نعم. المهم مش بس أنك أنت توثق ولكن أيضا تحييه وتنقله للأجيال القادمة وهذه هدف برنامجنا اليوم سعود أن احنا نكون مستمرين يعني أبو حمد هذا اللي كان يبي يشد عليه ومصر أن احنا نوصل هذه المعلومات وتراثنا إلى الجيل الشاب واليوم من كل بلد كل واحد قاعد ينور يوصل والجميل حقيقة في برامج الساري أنك أنت تشوف تستعرض التراث الخليجي كامل صحيح. في نفس الوقت تشوف نقاط الاشتراك تشوف نقاط التشابه تشوف نقاط فتعرف في النهاية أن فعلا خليجنا واحد تراثنا واحد ماضينا واحد وإن شاء الله مستقبلنا واحد بإذن الله بإذن الله مستقبلنا واحد وخليجنا واحد وأم هلال الغالي وصلت أخيرا وصول. لا وصلت خلاص أنا رايح لها يا هلا يا هلا أم هلال يعطيها العافية حسن يسلمك لا بعد أماية هاي أماية الله يحفظها والله ما نقدر نبتدي البرنامج ولا نكلم المشاهدين إلا تكون موجودة جميلة لهذا البرنامج الله يحفظها والله ملح السارية أنا أشهد ما شاء الله ما شاء الله على الكشخة يا أم هلال ما شاء الله تبارك الرحمن يا هلا يا هلا كل مرة يا هلا بالغالية العين ما تعلى على الحاجة ما شاء الله الغالية أم هلال هي يا هلا يا هلا يا مرحبا السارة أنا المفروض أقول لك إيش حالك؟ حالي يسر؟ يسر يا سلام ويا سلام على الحال اللي أنا فيه تو ما أنا أهل الحال الطيب يا مدينة يا مدينة ترى جاية من الشارجة الحين تو هي من الشارجة سلام عليكم مسيكم بالخير شلونك عسل طيبين يما شلونك نايمين خير يما شخص طيبين سلمت يا مهلال ومهلال شو هالكشخة أو لا لحظة يوم الأوراق عشان تشوفون الكشخة بعدين أعطيك الأوراق شو هالكشخة ومهلال هذا بعض ما عندك ما شاء الله الله سلام نعم الله تبارك اللبس يحكي جلبيات الشيخة بعد ما يحتاج جلبيات الشيخة تحكي على سلوى بخيت بس عاد الليلة الذهب الذهب جميل مدفع جميل مدفع يا سلام عليك بس عاد تزينينا ولا يزينك جملتي اللي أحبها شنو اللي سلمت عليك بدل العرب نعم يا الزين تستاهل يا سلام عليك سلام عليك بدل العرب على طول ما نبي نتأخر على الزين على مشاهدينا ناخذ اتصال يلا بسم الله السلام عليكم يا هلا مرحبا سلام عليكم هلا والله مرحبا من معنا هلا أهلين سارة شلونك الحمد لله الحمد لله من وين تكلمينا من الدير والنعم فيك البحرين يعطيك العافية سارة ما أبي أطول عليك أبى أروح على طول عليك ما تبقى من الشهر علينا وعليك يا رب عليك. يلا كم من يوم إن شاء الله ويينا العيد بفرحته يا رب يا رب سارة إن شاء الله الأخبار تكون سارة اليوم وتوصلين للخمسمية وعندك الديرة مع الغالي أم هلال نقول بسم الله بسم الله بسم الله يا هلا ويا مرحبا يما سارة حياك الله أهلا بيش الله الحمد لله الله يحييك عاد يا سارة ما نبي نعطلك قبل لا نسألك بنشوف الديرة وين بترسيك وافتر يا الديرة وافتر يا الديرة بسم الله يا الديرة ويلا يا سارة تطلع سارة من البداية نفس أمس يصير إن شاء الله كل شيء جويس الله الخير حق المحظوظين أنت في مغيب يا سارة وين مغيب؟ مغيب حياك أم هلال غرب غرب وأنت الصح ما شاء الله عليك مركزة زين يا سارة السؤال الأول بيكون عند نيلة إن شاء الله نسأل ونباتش حلها الله في سارة أول متصلة أول متصلة وتعرفين نبى نفرحها من البداية أنا بخليك تقول خيارات رأيك لا عندك الموضوع يلا السؤال الأول يقول ما هي أعلى قمة جبل في إمارة راس الخيمة أعلى قمة جبل أعلى قمة جبل في إمارة راس الخيمة راس الخيمة إيه جبل راس الخيمة لحظة خليني أقول لك الخيارات عاد هل هو أوكي ما جبل علي ولا جبل
جيس كيف كيف ولا جبل حتى قال ثبت ثبت على قول قل له ثبت يا سلام الله الله صح ثبت ثبت الحمد لله الحمد لله يا رب 100 دينار لمية عندها عاد السؤال الثاني عن مين عندي عندي يا سارة جاهزه يا سارة عاد قبل قل لها سولف لها قل لها معلومه حلوه عن جبل جيس جبل جيس طبعا من الجبال هو اعلى جبل مثل ما قلتي واعلى قمه عندنا في دوله الامارات وما شاء الله حتى في عز الصيف تروح قمه الجبل تلقى الجو غير هناك بيكون بارد وما شاء الله في نشاطات جبليه مختلفه بتلقونها اهتموا بالنشاطات السياحيه الجميله فصار يعني مكان جاذب للسواح من كل مكان ما شاء الله ساره نروح للسؤال الثاني اي يلا السؤال الثاني يا ساره يقول من هو الذي يجبر الكسور في الطب التقليدي الكسور في الطب التقليدي ما اسمع من هو يجبر الكسور الو تسمعيني يا ساره ايوه من هو الذي يجبر الكسور في الطب التقليدي والشعبي قديما في الطب التقليدي الشعبي هي عندها حد قرانه ما سمعت اخر شيء صح صح اللي قلتي صح زين ركزي ركزي على الخيارات الحين تمام هل هو الطبيب ولا المجبر اللي هي من المجبر يعني او الدايه المجبر المجبر هو اللي يجبر يا سلام عليك يا ساره مبروك ثبت وانت صح هذه 300 دينار اثبت لك لا حلوين الحمد لله 300 صار عند ساره ها ال 500 ان شاء الله بيبقى ال 500 عاد الحين انت تتفاهمين مع ام هلال ساره حياك ام هلال ساعدوني ساعديني ام هلال حبيبتي الحين احنا كل هالمساعدات والخيارات وصلتي 300 دينار ولله الحمد قولي الحمد لله والحين الحمد لله ها والحين السؤال الثالث ترى ما في خيارات يمه ما في خيارات يعتمد على ذكائك هل انت بتواصلين يمه لكنه سهل ترى تواصل 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 يمه هلال قالت اي بتواصلين ان شاء الله حطي بالك انت حق السؤال حطي بالك وحضري ذهنك السؤال يقول لعبة شعبية لعبة شعبية شهيرة شهيرة عبارة عن كرات زجاجية كرات زجاجية صغيرة ملونة صغيرة ملونة يلعبها الأطفال مطاقين اي بس عاد شو يسمونها لعبة شعبية شهيرة عبارة إيه لا تعيدين السؤال زجاجية صغيرة ويلعبها أطفال إيه يهدف تشيلة أيوة ثبت ثبت أوكي إيه نعم سارة تشيلة عقلي النهم لا مال لا 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 بنعيد مرة ثانية عقلي النهم اسمع هاي لا مال هاي لا مال هاي ناموس يا شرف ألف ألف مبروك سارة ما شاء الله عليك صرتي مذيعة بعد احنا نسألك من صوب وانت تسألينا من صوب عندها حد الظهر ده اي ما شاء الله ألف ألف مبروك فيسي معانا ب 500 دينار مبلغ مقدم من شركة بيوم ماني وشركة بابكو انرجيز وبعد كوبون مشتريات من محمصة الجزيرة بقيمة 50 دينار ألف ألف مبروك تستاهلين كل خير ألف مبروك تستاهل. يا سارة حلوة وبداية خير أكيد بداية خير السونس لما أول متصل يأخذ الخمسة لازم على طول إن شاء الله معانا كل فايز إن شاء الله بإذن الله صار عندهم مهلال إيه يلا يما نقول يما هلال بسم الله بسم الله ألو 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 السلام عليكم وينهم عليكم السلام والرحمة حياك الله يما حيا الله مساج الله يحييك من معاي امي الله يحييك ام هلال سلمتي سلمتي شمسة سعيد يا هلا ويا مرحبا من وين امي من بوظبي اهلا وسهلا حيا الله اهل بوظبي اهلا فيكم يا سلام سلم الله يحييك اقول الرمسه رمستنا سلمتي سلمتي اي والله الرمسه رمستنا حبيبتي قبل لا نسالك ان شاء الله انت مستعده هي نعم ان شاء الله الله ينعم عليك أول بنشوف الديرة وين بترسيك ومن عقبها بنسألك وافتري يا الديرة وافتري يا الديرة على وين بترسي مع شمسه
بنت الإمارات. إن شاء الله خير. في الياه، وين الياه يا شمسة؟ شمسة؟ سهل عليها. شمسة يا شمسة. مشكلة التلفزيون متأخر. زين، أنت رسيتي في الياه والياه في الشمال، واسمعينا من سماعة التلفون، لا تسمعينا من التلفزيون. قصري على التلفزيون واسمعيني من التلفون، تمام؟ خليك مركزة وياي. السؤال الأول عندي يا شمسة، جاهزة؟ جاهزة. زين، السؤال الأول يقول: إلى ماذا يرمز اللون الأخضر في علم دولة الإمارات العربية المتحدة؟ عندنا ثلاث اختيارات، الخيار الأول يقول الطبيعة، الخيار الثاني يقول الأمل والفرح والحب، والخيار الثالث يقول الانتصار، فشو تقولين؟ شمسة. شمسة اسمعيني من التلفون يا شمسة، خليه للتلفزيون. ألو. الطبيعة. لا خلي الطبيعة. اللي بعده اللي بعده بسرعة. شمسة. الأمل والفرح. بالضبط. يا سلام عليك. ثبت. فزتي بالمئة الدينار. تبارك الله. شمسة الله يخليك، اسمعينا من التلفون، خلي التلفزيون الحين، لا تسمعين التلفزون، تمام؟ عشان ما يصير التأخير هذا وتكونين معنا، عشان الوقت ما يروح عليك في السؤال. لا أنا خايف بس أمشي عشان ما نفقد الأمل وتب الفرحة مستمرة. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. شمسة سؤالك الثاني بيكون معاي، وإن شاء الله سؤال سهل يا رب وحلو، بس شرطي الوحيد إنك تسمعيني بالتلفون. جاهزة؟ جاهزة. يلا، سؤالك يقول: من أشهر أنواع الأقمشة التي تستخدمها المرأة الإماراتية بالكندورة المطرزة ما هي؟ هل هي قماش الإسعافة، ولا قماش بوكازوة، ولا قماش الفراشة؟ قماش الإسعافة، ولا قماش بوكازوة، ولا قماش الفراشة؟ ايه صح 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 الدينار في رصيدك. شمسة، حانت لحظة الحقيقة. السؤال الثالث عندي، وانا اقول لك صدقيني. والله دي انا مستانسه الصراحه انك تواصلتوا معايا اليوم. والله احنا اللي مستانسين. متى اتابع برنامجكم؟ والله من نتشرف. احنا نتشرف ومستانسين. بس بقول لك السؤال الثالث عندي، وانا ما بيش تنسحبين، ابيش تواصلين، بس ابي سرعه منك. ان شاء الله نوصل. شوفي وانا متاكد بتسمعين تثبت من ام هلال. اوه يا مال من هناك. زين، شغلتين بس اتمنى ان انا اروح اسال هناك، ان احتمال مره واحده يقولون لها اوكي. اروح مخرجين اروح هناك. توكل على الله. اتوكل. يلا اتوكل على الله. توكل. يلا شباب، لان ام هلال بسمع تثبت من عندك باذن الله. أيوه. يا مال من عندهم اكيد. سلام عليكم. ما نبي بنتنا تخسر. ها سووا لي مكان سامحني، يعني ما بعطيك ظهري. بسم الله. سؤالك يقول: مهنه، او لحظه بغششهم، امزح. مهنه تختص بها النسوه قديما لعلاج التهاب اللوزتين والبلعوم عند الاطفال، شنو هالمهنه؟ مشهوره عندكم يوم يرفعون اللوز شو يقولون؟ ترفيع. شمسة يوم يرفعون اللوز شو يقولون؟ ترفيع. ترفيع بعد. شمسة قولي ترفيع. ترفيع. يا سلام. ثبت يا شمسة. هلا مال. هلا مال. ترفيع. يا سلام. يا سلام. شكرا. يا سلام عليك. يا سلام عليك. يا سلام عليك ام هلال. يا سلام عليك يا شمسة، ألف مبروك عليك يا بنت بضبي، فزتي معنا بجائزة قيمتها 500 دينار بحريني، مبلغ مقدم من شركة بيون ماني وشركة بابكو انرجي. تستاهلين كل خير يا الغالية. فرحتني الصراحة. هي كانت تعرف الإجابة بس كانت مضيعة الفكرة. يعني شوي بس احنا اللي استانسنا وارتفعت كل المعنويات صراحة. اي والله. واليوم هلا النهمة مو مقصرين معانا. مبروك يا شمسة. رافية مستانسة. الله يبارك. الحمد لله. ان شاء الله دوم. خلاص مبروك. يعطيك العافية.
ألف ألف مبروك. طبعاً نتواصل وناخذ متصل جديد. يلا ناخذ متصل جديد ونقول مرحبا الساع. شو يسمعونا من التلفزيون؟ هذا اللي يزعلنا. يا جماعة الخير اسمعونا من التلفون. ألو. ألو. مرحبا. هلا مرحبتين. أهلين وسهلين. من ويانا؟ نجم معاكم. نجم خليك بعيد عن التلفزيون، ما باك تسمع التلفزيون. تمام؟ أنا من بعيد عن التلفزيون. أشكر. جاز. نجم متابع البرنامج؟ أي إن شاء الله. دائما ولا ها؟ والله صراحة على حسب الوضع يعني، شفتات وبي دوام يعني. الله يعطيك الصحة والعافية. وين تكلمنا يا نجم؟ الله يعافيك. والله حاليا أنا بالدوام يعني، أكلمكم من دوام. يا سلام عليك يا سلام عليك. الله يعطيك الصحة والعافية. زين متابع ودوام. مداوم ومتابع. متابعنا ما شاء الله عليه. كفو كفو عليك. أيوه. يا نجم. نجم أول شيء بننتقل لأم هلال، بنفر الديرة وبنشوف وين بتروح. أيوه. بعدها نبتدي الأسئلة. جاهز؟ يلا توكلنا. عندك يا أم هلال. يا هلا ويا مرحبا بك أم نجم، الله يمسيك بالخير. يا هلا مرحبا، يمسيك بالنور والسرور. حياك الله. ها يما إن شاء الله مستعد وجاهز بإذن الله. إن شاء الله توكلنا. الله يسهلها عليك، الله يسهلها عليك. قبل لا نسألك، قبل لا نسألك بنشوف الديرة وين بترسيك. وافتري يا الديرة، افتري يا الديرة. ويلا يا نجم. يلا يلا عساه نجم مبارك. يا سلام. لا ألف ألف نار. يا سلام يا سلام. حلو عسى سلام. اللي قلت عنها اليوم قلت والله اني ما ادري. والله اقول لك شيء الحين عبالهم اني نعرف. والله في خاطر كنت بقول ان شاء الله سارية. والله اني ما اعرف. السر هني عند العناوية. مبروك مبروك يا نجم. هذا لانك لان ان شاء الله هذه طبعا اسمها الساريه. نعم. الخليجيه. نعم. بألف دينار بحريني نقول لك الف مبروك. ونجم لانك ما شاء الله عليك متابعنا وانت حاسه في الدوام تستاهل كل خير. وبيض الله وجهك والله يوفقك. جزاك الله خير. لا شيء نجم عاد حنركز بالشغل واللي سالفه. الالف حصلتها العيديه. ان شاء الله خير. يعطيك العافيه وشرف لنا المتابعه. عساها الف مبارك ان شاء الله. تستاهل يا نجم. ناخذ الاتصال ثاني. يلا ان شاء الله هالمره ساريت السياره ان شاء الله. يا رب يا الله ترياها. يا رب يا رب ان شاء الله. انا يعني ما يستوي يعني لازم يعني نطلع كل شيء. انا حين حسيت بالضغط. انا شوي حسيت بالضغط لان انا من ساعه قاعد اقول ساريت الالف ساريت الالف طلعت يلا اليوم. يلا قولي ساريت السياره ساريت. لا اخاف. قولي قولي اخاف علينا يقولون هذه تعرف وما تبي تقول حق الناس. يلا على نياتكم ترزقون. لا لا مني مني انا مني انا. يلا قولي يلا ان شاء الله ساريت السياره. يلا ان شاء الله نقول الو. ان شاء الله مرحبا الساعه. يلا باذن الله. الو الو على ما يرد الالو خلينا نقول لهم ان كل ما زادت عدد المشاركات من خلال الرابط اللي دائما نحطه لكم تقدرون ان انتم او فرصتكم تكون اكبر ان انتم تشاركون في البرنامج لان كل ما زيدتوا عدد مشاركاتكم كانت فرصتكم اكبر ان الكمبيوتر يسحب على اسمكم غير ان طرشوا لنا احنا ارقامكم عشان احنا نتصل فيكم لانه مو احنا اللي نتصل الكمبيوتر هو اللي يسحب باذن الله تعالى. ام هلال هلا الغاليه الحبيبه سم الالف اللي طلعت فرحتنا اوف احب هالمشاعر منك لما تطلع لو انا استانس اذا صار مثلا وفتر يا الديره ويظهر إلا الألف. إيه؟ أو السارية 500 ألف أفرح واستانس. سيارة سيارة نصير كأنها من قبلي. إيه هي من قبلك اعتبريها يا حبيبتي. أنت البركة كلها يوم هلال. سلمت سلمت ودمت حبيبي شكرا. وشلون الهوية مال اليوم؟ مبدعين الشباب شاي. رجعونا ذكريات قديمة حلوة. والله ما عطيتونا هوية مال للألف. هاي الأمل حق نجم. هاي أم هلال ذكرونا على البحر وعلى السيف. ها له هيبة. نعم له هيبة. له هيبة. سلمك عافيك. لا والله اليوم أجواء جميلة. والله الشباب كلهم شباب اللي قاعدين في الحظيرة أبو راشد شباب كلهم أيضا اللي قاعدين في بيت الشعر كلهم ساعة بعد يعطيهم العافية كلهم متفاعلين معانا وهاي الشيء الحلو اللي قاعد يصير في المكان اللي احنا فيه يعني الكل مستانس. لا تقول بس اللي المشاهد اللي قاعد يفوز مستانس كل واحد فينا مستانس وفرحان لهم أكيد. ونبى نذكر مرة ثانية المشاهدين اللي يسجلون خلال هذا البرنامج أنهم يكونون في فترة البرنامج هذه الساعة قريبين من تلفوناتهم ويتابعون الحلقات لأنه ممكن يتصلوا بكم في أي لحظة. الكمبيوتر ترى أوتوماتيكيا يسحب الأرقام ونتصل عليهم خلال هذه الساعة على الهواء فإذا
ما رديت على التلفون بتروح عليك فرصة المشاركة معنا وأكيد فرصة الفوز. أقل شيء نحن اللي يفوزون عندنا ب 500 ما في 100 أقل شيء 500 دينار شطبناها المئة؟ إيه خلاص خلاص حتى 300 شطبناها 500 وطالع إن شاء الله والله بالعكس منتظرين كل الاتصالات من الخليج حبايبنا وأهلنا من البحرين ناسنا وحبايبنا بعد في انتظار أن نسمع اتصالاتكم نفس ما قال لكم سعود يعني ونيلة دائما تأكد سمعونا من التليفون على أساس على طول توصلون لل 500 وركزوا على بعض النغزات اللي يصير في وسط الحلقة. حسن صراحة تصوع أن أنا بقى هوا نصير عند براحة يلا الرعم يلا خليك بروحك شوي أنا ما عندي مشكلة أهم شيء لا تنسوني براشد يا براشد يا مساك الله بالخير يلا حيهم يعطيكم العافية شحالكم يا رب شونكم شخباركم السلام عليكم خليه ليلة بروحة يا حلا شونكم شخباركم خير عساكم على القوة الله يعافيك يعافيك حياك شو تبى من القرص مال البارحة بعد الله سريح سريح خوش قرص كان البارحة الصراحة طول العمر اي يعطيكم العافيه هذا القرص طبعا إيه. على ما الشباب عندنا يتقهون في الحظيره مع عندنا هني الرجال الموجودين نقول لكم خلونا نروح لغبقتنا اللي موجوده في العريش مع الشيف منى المنصوري نطمن عليها ونشوف الطبخ وين وصل وراجعين نتواصل وياكم فخلكم معنا شفتوا المضروبة اليريش هكي انشبوها وقاعدين يعدلونها تبارك الله بالدهن الزين يا سلام يا سلام صراحة شيء ولا أروع أوه يا سلام هاكو بعد مسويين له ديكور ذرين فوق الكزبره سلام انشبوا يا سلام انشبوا الغبقه ترى يا شباب يعطيكم واحنا بعد شباب الحظيره ابو راشد والربع اعطوني قرص بس مطور اي نعم اي يعني هذه غير القرص العادي القرص الاول ترى يندق يندق اي نعم بالضبط هذا مرتب هني هني بسكوت هذا مرتب اي والله ما قصرتوا اكرمكم الله ولكن بسكوت بطعم القرص عليكم بالعافيه كل الاجيال عليكم بالف عافيه هني يلا نرجع حق متصليننا يلا يلا وقول الو مرحبا الساع مرحبا حياك الله اخوي سعود يلا حيه يلا حيه مرحبا الساع منو الريال الله يحييك نرحب فيك ونرحب بالاخ حسن والسنيله الله يرحمك يا الفنان الكبير الرمز ام هلال الله يطول لي بعمرك حياك الله منو ويانا منو ويانا طاهر عبد الله العيسى من السعوديه الدمام والنعم يا مرحبا مرحبا بهل السعوديه مرحبا يا اخوي طاهر اخوي طاهر متابع البرنامج ما شاء الله أكيد من سنين بس ما الله كتب لنا إلا الليلة نتبعطوكم الحمد لله نتشرف تشرف طال عمرك الحمد لله رب العالمين هذا من حضنك طال عمرك الله يسلمك نتشرف الله يسلمك أخوي طاهر قريب تراك من البحرين ييتنا ولا يا الإمارات ولا وين إن شاء الله العيد لا والله في النية على الإمارات أو عمان بس البحرين هذه بلدنا اليوم حبيبي هذا كل ويكند الظاهر الله يعطيك الصحة دارك حبيبي طاهر جاهز للسؤال ان شاء الله لكن قبل السؤال بنروح للديره عند ام هلال جاهز جاهزين ان شاء الله توكل بسم الله توكل على ام هلال يا هلا ويا مرحبا حياك الله وحيا الله مساك
مرحبا بفنانتنا الكبيرة. مرحبا. الله يحييك أكثر. أنت رمز من رموز الفن عندنا اللي ما لا كبيرة تصير لا يعرفونك. شكر الله سعيك، الله يسلمك من ذوقك، سلمت ودمت. وأنت بخير إن شاء الله. وأنت بخير وصحة وسلام. الله يحييك. عاد الحين قبل الله يسلمك، عاد الحين قبل لا نسألك بنوديك الديرة وبنخليها تفتربك وبنشوف وين بترسيك. وافتر يا الديرة، وافتر يا الديرة. لازم تحفظها ويانا عشان تصير ثلاثية. اوكي ان شاء الله ترسينا على خير ان شاء الله. وفي قطب، قطب طبعا جنوب، انت فاهم طاهر عزيزي تابعنا دائما ما شاء الله عليك. واول سؤال بيكون عندي انا ونبتدي على خير بسم الله. سؤالك يقول: فن تراثي أصيل يجمع بين الأداء والشعر، واندرج هذا الفن سنة 2015 ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية التابعة لليونسكو، شو اسم هذا الفن؟ بسأل عليك طاهر، بعطيك خيارات، هل اسمها الأهلة أو الرسفة أو الليوة؟ الرسفة؟ لا الرسفة الثاني. الرسفة؟ يا سلام، يا سلام عليك، مبروك يا الغالي لمية. ثبت يا أم هلال، تبارك الله، ثبتت المئة دينار الحمد لله. كفو يا طاهر، دام ثبتت المئة دينار الحمد لله. الحمد لله. يلا يمه روحي على 300 عيال، على طول ثبتت 300. سؤالك يقول: مثل، أكمل المثل التالي، خذ بالك وحضر ذهنك ان شاء الله. يقول المثل: اذا حاكمك حاكم ثلاث خيارات. من الحاكم؟ لا يا سلام، يا سلام، الله اكبر، الله ثبت ثبت. وهذه 300 ثبتات. كفو 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 يا اخوي طاهر، يا سلام. حلو، لا ما شاء الله معلوماته حلوه ما شاء الله عليه. والحلو انه حاضر معانا ويسمعنا من التلفون. نعم، اللي يسمعنا من التلفون بتكون اجابته قويه. يقولون الخير على وجوه الخيرين، انتم سلمك والله انك تستاهل. والله انك تستاهل يا طاهر. لكن سؤالي لك الحين قبل ما اسال السؤال الثالث، سؤال ال 500، بتواصل ولا بتكتفي؟ لان السؤال الثالث ما له خيارات. كمل كمل كمل. لا بنكمل ان شاء الله، فيكم خير، ما انتم قصرين. تبشر تبشر بسعدك ان شاء الله يا طاهر. سؤالك الثالث يقول: بسم الله، من هو حاكم إمارة رأس الخيمة؟ يلا، صاحب السمو الشيخ حاكم القاسمي صح؟ صقر القاسمي. لا، بن صقر صح، بن صقر صح، صقر صح. وسعود موجود نفس سمية صاحب السمو الشيخ سمية. سمية سمية من صقر القاسمي. سمية سعود. سعود سعود سمية سعود. سعود من صقر القاسمي. حلو 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 حلو. قال 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 وثبتت وثبت وثبت. عطري النهام عطره. نعم بارك الله فيكم. يا سلام عليك، يا سلام. الحمد لله على اخر ثواني. هو لا نشوف فقد التركيز في اخر كم من ثانيه، فزين اخر شيء قدر يلحق عليه. مبروك، تستاهل، الف مبروك. بس معانا يا اخوي طاهر بجائزه بقيمه 500 دينار بحريني، عباره عن مبلغ مقدم من شركه بيون ماني وشركه بابكو انرجيز. نقول لك الف الف مبروك. طبعا الحين بنستمتع مع الفرقه اللي بتقدم له فن الحدادي، نستمع لهم ونرجع ان شاء الله. Yeah.
ناخذ يا ركلة. جميل 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 جدا، يعطيكم العافية. الله يا أم هلال، هالفن ينزل دموع العين ويجر الذكريات. أيوة نعم، لا إله إلا الله، قلبك على قلبي يا وليدي، قلبك اي والله ذكرني باشياء. سلامه قلبك يا حبيبتي، تسلم يا بعد عمر. طبعا اسمحوا لي قبلها بس اقول حق منى المنصوري، منوره ما شاء الله، نور نورت يعني لفدات نور نورت يا حبيبتي، جمالك اليوم يذهل اليوم ايضا. وسويتيها المضروبه؟ سويناها نعم. الحين انت ما قلتي لي، انا استغربت لما قلتي لي، معليش على ذي السؤال، ان حطيتي في المضروبه اولو يعني هي. علي واللام هي. يعني هذه انت حدثتي خلطتي القديم ويا الجديد. ها ليش؟ فايدة البطاطا شوي نزيد فايدة الفايدة القيمة الغذائية نعم يعني نعم. ايوه طبناها بس لا غير لا غير، لكن نحافظ على الطعم الاصلي. ايوه المعتمد على الطعام الاصلي والحبكة الاصلية القديمة. ترى انا احب الحبكة الاصلية القديمة، ما احب فيها ميكس وخلط والاشياء تدخلات خارجيه. ما له اول ما له تالي. احسنتي، اللي ما له اول اللي ما له اول ما له تالي. ما شاء الله. طبعا اكيد نتواصل مع مشاهدينا اللي ايضا مشاركينا في البرنامج، نرجع نقول الو مساء الخير. الو مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه، من معانا فيصل محمد السريطي. حياك الله يا فيصل. فيصل مو يتكلمنا من دوحة. حياك الله يا ولد قطر ولد الدوحة، مستانسين بسماع أصواتكم. شلون برنامج وياكم؟ عسى سهالات الأسئلة. يلا سهالات إن شاء الله سهالات. فيصل قبل ما نبتدي طبعا عارف، نبتدي مع الديرة والغالية أم هلال. جاهز؟ ياهل. يلا سمي يمه. يا هلا يمه ويا مرحبا، حياك الله. الله يحييك ويبديك. اهلا وسهلا. ها جاهز يمه ومستعد؟ جاهز ان شاء الله. بس قبل لا نسالك
بنشوف الديره يما وين بترسيك. وفتري يا الديره. وفتري شنو سعود؟ وفتري يا الديره. انا مركز هني. وين وصلنا؟ مطلع. مطلع. وين المطلع يا صليطي؟ ما قاعد تشوف التلفزيون والله. مطلع في الشرق. زين. وين تطلع الشمس؟ سموه مطلع لأنها تطلع الشمس من هني فهو شرق. نعم. سهلة المعلومة صح؟ سهلة. أوكي زين خل بالك ويانا. يلا فيصل. وفيصل اسمعني من التلفون، لا تسمعني من التلفزيون. تمام؟ قاعد أسمعك من التلفون أنا. أوكي. فيصل، عندي السؤال الأول، جاهز؟ جاهز. زين تشوف البرقع الجميل هذا اللي لابستنا ام هلال اليوم، تشوفه هذا البرقع اللي هو من الزي التراثي الاماراتي القديم، هذا القصه الاماراتيه خلينا نقول. بنسالك عن هذا البرقع، البرقع هو لبس تتميز به المراه الاماراتيه وتشتغل على صناعته النساء قديما. شو يسمون هذه المهنه؟ هل هي السفافه ولا قرض البراقع ولا الخياطة؟ قرض البراقع. وانت صح. يا سلام عليك. ثبت وانت صح. اخبرت لك ال100 دينار. حلوين حلوين. وصل ال100 دينار. البداية. هذه بداية حلوة. والبداية الثانية إن شاء الله بإذن الله تختمها على 300 وتكمل ال500، بس ال300 عند أم هلال. نروح لها. يلا يما. سؤالك يقول أو المثل يقول احفظ مالك ولا تتهم في ثلاث خيارات. احفظ مالك ولا تتهم ناسك يارك عيالك. يارك الله. يارك الله. يارك يارك. ثبت. يا سلام عليك. هذه 300 دينار. فيصل مكمل مكمل، ما بسألك ولا بقول لك بتروح ولا لا، على طول بسألك يا غالي. جاهز؟ جاهز. جاهز. حلوين. سؤالك يقول كم إمارة في الإمارات العربية المتحدة؟ بعد ما يحتاج. سبعة. 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 يا سلام عليك. سبعة. مع القهوة والنهار يا غالي. 500 دينار. الله الله الله. ناموس ناموس من قلب. ألف مبروك يا الغالي. أقول لك ناموس مبارك. مبروك عليك يا فيصل. فزت معانا جائزة قيمتها 500 دينار بحريني مقدمة من شركة بيون ماني وشركة بابكو انرجيز. ألف مبروك عليك يا فيصل. يستاهل يستاهل. لو حاضر على فكرة حسيتوه. ياتش القهوة. ياتش القهوة. الحين انت كمل خليها القهوة. إن شاء الله من عيون التنسين. طبعا يعني استمتعنا اليوم مع كل الشباب اللي كانوا موجودين معنا، بس قبل الختام اتوجه بالشكر الجزيل الى الداعم الاول للبرنامج سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفه ممثل جلاله الملك للاعمال الانسانيه وشؤون الشباب رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضه على دعمه وتشجيعه ورعايته الكريمه لهذا البرنامج. ما قصر. ما قصر ويانا ابو حمد. وايضا ما ننسى نشكر رعاه البرنامج وهم شركه بيون ماني، شركه بابكو انرجيز، بنك السلام، شركه طيران الخليج، شركه بي ار جروب وبيت التمويل الكويتي، فندق ذكي، والمنتج المنفذ شركة سهيل ميديا. شرفنا طبعا نحن بالمشاركة معاكم. هذه حلقتنا الرابعة لنا. وباكر إن شاء الله بتكون الحلقة الخامسة والأخيرة لمشاركة دولة الإمارات في برنامج الساري. والله نحن زعلاني ما ودنا نفارقكم. يشهد الله أن نحن استانسنا وانبسطنا في هذه المشاركة الطيبة. جزاكم الله خير. ما قصرتوا وبيض الله ويهكم. والدعم الكبير أبو حمد الله يحفظه سمو الشيخ ناصر بن حمد الله يحفظه ويطول في عمره. ما قصر. الغالي العادة نختم ترى الحلقة، بس قبل أن نحول للغالي. أكيد للغالي أم هلال. نختم. نعم نعم. كيف تودعينهم؟ نعم. على أمل اللقاء إن شاء الله أبكم باكر الحلقة الخامسة بإذن الله للإمارات العربية المتحدة، ولو إن ما ودنا لكن نعد ما باليد حيلة. صحيح. إن شاء الله الساعة 10
على تلفزيون البحرين بإذن الله. أمنكم الله. ونحن نختم الحلقة مع فن الطارج أو الطارق مثل ما يسمونه، بيأديه أخونا نهيان المنصوري وأبو عزيز، وهذا الفن اليوم بيكون من كلمات المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان الله يرحمه ويغفر له. ونختم معاكم وقول حياكم الله ونشوفكم باكر على خير. مع السلامة. هيا مرحبا يا حي الفعل يلي نسي ما ينعش الروح رض غضيض الطرف والحال وسده غزير أو مبعد الصوح عدي ما يالف الملام ثالي في الحسين فايز ومملوح سلام فايز ومملوح هرمش شعينه مسوي ظلال والقلب مينها صابها الموح وميد لين يكسيه ليالا ذرب وفي المنطوق مملوح مع النسيم إلى مشامال والطيب مين أردانها يفوح يا مرحبا يا حي الفال يلي نسي ما ينعش الروح وسلم دو